السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وبنات؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة النجونة للمريخ، ونحكيكم بعض الأسرار اللي اكتشفتها، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. طبعا بعد الاستكشاف الفترة الطويلة أو خلال الأربع خمس أيام كنت عم بقرأ عن موضوع المريخ، لأنه بجد بما هاللعبة هي لعبتها شدتني جدا بشكل جدا كبير للمريخ. هل فعلا نحن ممكن نروح نسافر على المريخ ونعيش بالمريخ؟ رح نحكي لكم هذا الموضوع كلياته، ومين هو صاحب هاي الأفكار المجنونة، والفكرة اللعبة حتى مسحوبة من أفكاره، تمام؟ رح نشوف هاي، نحكي عنها كلياتها ان شاء الله، رح نشوف ونفهم او شو اللي انا قراته وشو اللي فهمته كلياته، رح احكي لكم عليه بهي اللعبه او خلال ما العب هاي اللعبه، لان انا تقريبا وصلت لمرحله شوي متقدمه. بس خلينا نعمل لودينج يوتيوب، تمام؟ طبعا وصلت لمرحله شوي متقدمه باللعبه، بعد ما سكرت اللعبه اخر مره عملت يمكن صاروخين او ثلاثه جبتها من الارض، جبت بشر فيهم. طبعا هاي الافكار اللي جايه في شخص موجود معنا على كوكب الارض طلعت براسه هاي الافكار، وهي الافكار اللي هي المبنيه عليها اللعبه. يعني اللعبه ما هي مبنيه من العبث، تمام؟ مبنيه على افكار شخص نفس طريقه التفكير ونفس الخطه اللي حاططها نحن عم نشتغل عليها. طيب هلا خلينا نبلش نفوت باللعبه، نحكي لكم ايش اخر شيء كنا عم نعمل. اول شيء نحن هون، انا طبعا استكشفت الارض، عملت سيرش لكل المنطقه، طلع هون في عندنا منطقه فيها مصاري. طبعا نحن محتاج المصاري حتى نبعثها للارض حتى تمولنا ونقدر نجيب شغلات ثانيه من الارض، تمام؟ هي بس خلينا نحكي لكم عليها شويه شغلات بشكل مستعجل. طبعا بس بدنا روبوتات، وعلى اساس انا بالصاروخ اللي بدي اطلبه اللي راح اطلبه هو راح يجيب لي الموارد. بس المشكله وين يا معلم؟ المشكله هي طبعا انا كنت اخر فتره عم بحاول اوصل لهذا المنجم المصاري حتى اقدر استفيد منه. انا برايي اترك اللي تحت هلا، اسيبه شويه وقت، خلينا مركزين على اللي فوق، تمام؟ هذا ايش وقف؟ لا شغال، تمام. هون المي ايش بطل عنا مي؟ طبعا استكشفته او اللي فهمته طلع انه على كوكب المريخ في كميات من المياه الكبيره جدا، بس ولكن هاي الكميات المي الخارجيه اللي هي ظاهره علينا على الوجه هي تعتبر انه هنيك المي بسبب ما في ضغط جوي فبتكون شكل مجمد، تمام؟ شكل بوزه، فلما تدوب بسبب درجه الحراره العاليه من حال اقترابها من الشمس ايش بيصير؟ بتتحول مباشره لبخار، ما بتتحول للحاله السائله وبعدين تروح لبخار، لا مباشره من حاله جامده او من حاله صلبه الى الحاله البخاريه مباشره، ما في حاله سائله بيناتهم لان ما في ضغط جوي موجود على المريخ. وحسب ما فهمت كمان شوي ليس هلا خلينا نضل عم نحكي لكم شوي عن اللعبه، لان بجد الموضوع جدا جدا يعني بجد 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 بشكل جدا كبير بجر البني ادم حتى يفهم ايش عم بيصير. قبل ما نكمل لكم خلينا نحكي لكم ايش سوينا. طبعا هون طلع هذا بيجي من العواصف الرمليه او العواصف الرمليه، يعني العواصف الرمليه موجوده على كوكب المريخ بشكل جدا كبير، اللي هي بتعيق عمل الالواح الشمسيه، فلذلك هو يعتبر تحدي جدا كبير انك تبني الواح شمسيه، وانه الالواح الشمسيه تعتبر مفيده بس يعني مو كثير. طيب المهم في عنا هذا المعمل اللي هو شغلته ايش؟ هذا انا اكتشفته انه بتقدر انت لما تبنيه ايش بيسوي؟ بيطيرك طيارات، الطيارات هاي بتخليه بيصير عندك توازن بين الموارد، تمام؟ طبعا اخر شيء انا كان في عندي هون معمل فككته لانه خلصت دميته وحطيته عن كلهم القوالب. انا كنت اساس اخر مره كنت رايح عم بفكر امدد لوصل لهون، وفي عنا تحليل المواد الكيميائيه اللي هو هاد ادفنشر، عنا وان تشيلدرن، ممتاز ممتاز. طبعا في عنا شوية نقص بالمياه. طيب ليش؟ طبعا كل حال نحن لازم نمدد لتحت، بس المشكلة كلها مشوار طويل، يعني أقرب مكان لك تنزل فيه من الأقل هون، هذا أقرب شيء، هذا أقرب شيء تنزل فيه لتحت، وبعدين منه بدك تمد تصل لهون، والله مشوار. شايفين هاي عواصف رملية. أحاول هلق اليوم أنا أمد او احاول اني اوجد طريقه لاني اوصل لتحت. اذا وصلت لتحت فاذا انا اموري لو والله ايه اللي عم اوه هو بيصلى. ايوه هاي حلو. ايوه حلو. يعني هلا بهالمسافه هاي يعني اتس اوكي، هلا ببني وحده ثانيه بجيبها لهون اتس اوكي. عرفت شنو؟ انا لك تمام بيكفي، لان اساسا انا بس ما بدي اجيب مركبه، هي ايش بدها؟ وبعدين روح كمل لي هناك. المهم فهي الافكار اللي كلها اللي طالع هاي طلعت هاي افكار ايلون ماسك. طبعا ايلون ماسك قال انه خلال 2022 يعني بعد سنتين
رح يبعث صاروخ مكوك فضائي مثل نحن اجينا فيه، رح يجي مع روبوتات ويبلش هذا الروبوت الموجود هون على كوكب المريخ، رح يبلشوا يحاولوا انه مثل ما يقول يحطوا الحجر الاساس للبشر مثل ما نحن عملنا. بعدين بالرحلة المستقبلية بعد سن بعد 7-8 سنين بتروح اول رحلة للبشر. طبعا اول رحلة للبشر لازم تبرك حسب ما فهمت، يا الله مصيبة. طيب على كل حال خلينا نجيب منها هون، نجيب صاروخ ننزله بس نزلنا هون. طيب ايوه ما تصل الى هون، مصيبة كمان، مصيبة هاي ثانية. طيب خلينا نجيب صاروخ اول اشي، نجيب الصاروخ فيه شوية من هدول، هات 50 هلا بوليمر بعدنا بحاجة، شوية الكترونيك كمان 50. خليني اجيب الالي البناء مهم. والله في بوليمر، خلاص نجيب معمل البوليمر كمان ان شاء الله يكون معلومات الصاروخ الرياضي. اول شيء واحد من هاد، هذا رح نحطه اساسا رح يتركب، هذا رح يتركب مهم، هذا مو مهم، هذا مو مهم، هاتركه شوي. ومعمل بوليمر معمل بوليمر معمل، خلينا ناخذ واحد اقول لك هدول معمل حطهم اتركهم بعدين حطهم، يعني ايزي نقلتهم اساسا اذا صاروا عنا. خليني اجيب كمان من خلينا نجيب من هاي 50 او خلينا نجيب 60، خلينا نجيب من هاي 50 مصاري مشكلة ما ضل عندي يا الله. طيب تمام اعطي لانش. لا المشكلة هون نحن عنا اياها، ايش هدول ليش وحدة سفروا في الحضرة؟ هون 10% انتاج، ايوه فهمنا ايش. ايه فهي افكار ايلون ماسك. فايلون ماسك عم بيقول لهم بال 2030 رح نبعت اول قافلة بشر. طبعا قافلة البشر رح تروح عبارة وقال 100 شخص رح يبعت بس، ولكن هو حسب الصاروخ ما متوقعين رح يبعتوا فيه 10 اشخاص بس، مثل ما انا جبتهم بالضبط 10 اشخاص، او نحن جبنا 12 شخص 12 شخص صح، نحن جبنا 12 شخص، فهو رح يجيب 12 شخص او 10 اشخاص ما بعرف حسب ما بده. طبعا مجبورين انه يتركوهم لمدة سنة كاملة موجودين على كوكب المريخ لسبب واحد، اللي هو السبب انه ما بيقدروا قال بيرجعوهم من المريخ، فلذلك لازم بيضلوا لمدة سنة كاملة موجودين على الكوكب، لانه بكون قال حسب ما فهمت منهم يعني كرة أرضية هون والمدار اللي عم بيدور فيه المريخ في بس في فترة من السنة بيكون قريب تمام، باقي السنة بيكون بعيد عن الكرة الأرضية، فلذلك من الأفضل إنه ياخذ وقت الموضوع لمدة سنة، يعني كل ما نستنى سنة مرة واحدة. طبعاً هاي أهم المعلومات اللي حكوها. طبعاً وحتى ما فهمت من إنه جاذبية الأرضية ضعيفة، والله موضوع شيق جداً صراحةً، بنصحكم إنكم تطلعوا عليه جد جداً، استمتعت بشكل جداً كبير عنه تعرفوا. فيعني فإله اللي إله هيك هوس يفكر بهيك شيء بنصح بتشاهد وبشدة، يعني شوف هلا مثل هون طبعا حتى هنا عم بيحكوا انه الاكسجين شلون لازم يتنظف، شلون لازم يتصنع، شلون لازم يتحضر، كل الاشياء حكوا عنها جد مواضيع يعني رهيبة. والله انا مصيبة انا ما عندي من هاي غير وحدة. هذا هو المعمل، منيح مقبول، منيح منيح موجودات الاثنين، معناته لازم احنا نجيب قافلة بشر. طب انتاج المي شلون؟ والله انتاج المي مبهدلة. طيب على كل حال لازم هلا احنا هنا لازم نمددها بالاكسجين، طبعا في مد بوري اكسجين وبوري كهرباء، ايزي نجيب الكهرباء من هون، نجيب الكهرباء. هلا ايش ضبطنا؟ هاي خالصة. طيب تعرف تضيل الحديد هون، هون عم بيقول لي انه ما ضل عندك حديد، الاكل عم بيخرب، ما بعرف ليش الاكل عم بيخرب، اي ما فهمتها. هون في عندي روبوتات عم تخرب، حلوة يعني خالص يا ما في مد ما يرجع يتصلح هيك هيك، خلص روح فككوه، معناته انا خسرت روبوت لازم. طبعا هون اهم الاشي هاد ارفعوا له، اهم المعمل طلع بس ما يروح يشغلوا لي الكهرباء هلا دول، ما مضل فيها غير 4.5، يا الله مصيبة اذا ما صلحنا هاي. او هات الثانية قطعت وين راح تفتح،
خلي هون اقول لك انت بدي اياك صار يساعد برقد وراك. تعال حبيبي تعال. شايفين شلون طلع من الطرف الثاني؟ هلا بجيبه هون ببلش يفضي. طبعا حبني له القاعده اللي مسؤوله عن تحكم الروبوتات انه هم جدا متصعبين. طيب اوه طبعا هدول رح يكونوا مسؤوليتهم التفريغ بشكل كامل، فرح نحط لهم بس محطة لتفريغ هدول القطع اللي هي هاي، ونحط لهم مكان لتفريغ الالكترونيك اللي هي هاي. تمام. وبعدين رح نطلق هذا الصاروخ الاول اللي احنا نزلناه اساسا. طبعا هون الجماعة شغالين على كل اشي. طبعا ضل عندنا موضوع انه لازم نوصلهم بالكهرباء ونغذيهم بالكهرباء، بس شوية الموضوع بده لازم نوصلهم كهرباء اكسجين اثنين مو بس. بدهم اماكن للاستمتاع. انا عم بقول ايش هون. طيب خلاص انا بدي لكم كازينو. ابشر ابشر ابشر. اي كازينو؟ ايكم كازينو؟ كازينو نايمين على البلكون. ما في في مكان ابني لهم اياه اساسا. طيب خلينا نحط لهم مساحات خضراء شوي يعني اساس يخليهم يفرعوا عن حالهم شوي شوي. هذا مشان المي من فيو. هاي هوسبيتال ضخمه مع انه هن ما بدهم 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 متعه. حلو. هاي حديقه. هون ايش بدها؟ تفرغ من البشر. خلينا نشوف هذا الصاروخ شلون وضعه. حلو صار عنا 26. ممتاز. خلينا نبعته على الارض ونقول له روح الله معك. طبعا لازم نحطها موقع للمصاري مشان يحطوها فيها. ظن انه عنده اكل. والله ظن انه عندهم اكل. طب خلينا نبني لهم مكان يروحوا فيه عن نفسهم. نبني لهم هاي. وخليني ابني لهم هاي. هلا في عندي نقص بالبشر يا الله. ليش؟ والله جبت لكم قبلتين من البشر. يا اخي قفله ولا مش واحده. انا احتفل هذا القدر حوالي لان صار الفيديو شوي طويل. ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو وهي اللعبه. طبعا ارجو انكم تكتبوا تحت التعليقات اذا نال اعجابكم ولا ما نال اعجابكم. اكمل عليها بالاونلاين ولا يعني اكمل عليها وانا عم سجل ولا اكملها لحالي؟ لان انا صراحه انا عبيه راسي وعجبتني بشكل جدا كبير واكبر دليل على الفيديو اللي طولت فيه بتسجيله وما كان عندي اي مشكله. فارجو منكم تحطونا تعليقاتكم تحت بصندوق الوصف بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل يوم انتظرونا فيديو جديد حلقه جديده. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.